صباح الخير، أهلا بحضرتكم من جديد. ومتابعة لتطورات الأوضاع في أوكرانيا، تغطيتنا المتواصلة على مدار الساعة اليوم الثاني على التوالي مستمرة، يعني بخصوص فن روسيا ضرباتها على مدن عدة في أوكرانيا في عمليات عسكرية مستمرة. ما نشاهده الآن أو سنشاهده الآن هو عبارة عن صور حصرية لتلفزيون اليوم السابع بتظهر مدى الدمار الذي تتعرض له مناطق يعني مختلفة في أوكرانيا. إذا أفادت أيضا وسائل الإعلام الأوكرانية بمقتل جميع حراس الحدود في جزيرة أوكرانية صغيرة قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لأوكرانيا، هذا بعد هجوم روسي شنته بعض المدن. أيضا أعلن الجيش الأوكراني تفجير جسر بالقرب من العاصمة كييف لوقف قافلة من الدبابات الروسية القادمة من إيفانكوف. أيضا أكد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة تقارير تفيد بأن قافلة من الدبابات الروسية اخترقت إيفانكوف وكانت متجهة إلى العاصمة كييف عبر فيشروغل. إذا أيضا الدبابات قادمة وتقول نحن نقاتل المعارك. وفي الوقت نفسه قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأنها أوقفت قافلة الدبابات. أيضا قالت هيئة الأركان العامة فجرنا الجسر وأوقفناهم. وواجه حرس الحدود البالغ عددهم 13 في الجزيرة، وهناك سفينتين أيضا حربيتين روسيتين فتحتا نيران على الجزيرة الواقعة في البحر الأسود. أظهر أيضا مقطع فيديو تسجيلا صوتيا لسفينة حربية روسية توجه نداء للجنود الأوكرانيين للاستسلام، وذلك لتجنب قتلهم. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي منذ قليل قال أن الدول الأعضاء الناتو بتقديم أو قدم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسي، وأكد أنه يجب أن يتم دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات. أكد أيضا على أنه موجود في العاصمة الأوكرانية كييف مع شعبه، وجاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشرته قناة العربية. أيضا كان الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل قليل أن استمرار العدوان الروسي يظهر عقوبات الغرب على موسكو أنها ليست كافية، وأشار أن روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا، كما دعا المواطنين الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. وتم السماع بتسجيل صوت الجنود الأوكرانيين وهم يؤكدون رفضهم للاستسلام قبل أن يوجه أحدهم الشتائم للسفينة الروسية. هذا حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. إلا أن القوة الروسية البحرية فتحت النار وقتلت الجنود الأوكرانيين 13 الذين حاولوا المقاومة ولكن دون جدوى. لكن الرئيس الأوكراني مرة أخرى أعلن أن نحو 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس اليوم الأول من الهجوم الروسي على بلاده، وأن القوات الروسية التي تهاجم بلاده توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات. وأكد الرئيس الأوكراني أن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها منعت من التقدم في معظم الاتجاهات. وأضاف الرئيس الأوكراني في كلمة بثها التلفزيون الأوكراني أن الضربات الروسية استهدفت أهدافاً عسكرية ومدنية على حد سواء، واعتبر أن العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية، وأضاف أن العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد. إذا بنتابع مع حضراتكم على الشاشة لقطات متفردة يعني الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ودعوني أيضا وإحنا بنتابع هذه اللقطات أتابع أيضا أنا معكم أبرز وآخر العناوين الواردة عن الأوضاع في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة. رئيس أوكرانيا: روسيا تضرب أهدافاً عسكرية ومدنية.
إلغاء وتأجيل نحو 160 رحلة اليوم من مطارات موسكو الرئيسية. روسيا أطلقت 30 صاروخا على كييف في آخر 40 دقيقة، وقتلى ومصابون أوكرانيون بضربة صاروخية على موقع حدودي. العاصمة الأوكرانية قد تسقط خلال ساعات مع تدمير الدفاعات الجوية. التفاصيل، حيث ندد وزير الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرا، وتسببت الصواريخ الروسية في إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، هذا حسب ما نقلت فرانس بريس، وكتب على تويتر: إطلاق مروع لصواريخ روسية على كييف. وقف أيضا أن آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئا بهذا كان في عام 1941، عندما تعرضت العاصمة لهجوم من ألمانيا النازية وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان، وستهزم هذا الشيطان الروسي أيضا بحسب وصفه. أيضا كشفت وكالة أنباء وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أنه تم إلغاء وتأجيل 160 رحلة اليوم من مطارات موسكو الرئيسية، وتم تعليق وتشغيل مطارات أخرى في المدن الجنوبية لروسيا مؤقتا. إذن أيضا ورد إلينا الآن إعلان الجيش الأوكراني عن وصول أعداد كبيرة من المدرعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف. قال الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمير فانكيف والواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كيلو متر شمالي كييف. في نفس السياق أيضا قال السفير الروسي لدى اليابان أن روسيا سترد بحزم على العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو، وأضاف: لن نحتل أوكرانيا وشعبها هو من سيقرر مستقبلا. أيضا البيانات الأخيرة تقول أنه هناك يعني مقتل وسقوط لجنود أوكرانيون، وأصيب آخرون أيضا منذ قليل إثر ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا في منطقة جنوب شرقي البلاد حسب ما قالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية. ووفق شبكة بلومبرج الإخبارية أن العاصمة الأوكرانية كييف قد تسقط كما ذكرنا خلال ساعات مع تدمير الدفاعات الجوية. وبين ذلك قال مسؤولون أمريكيون أنهم يتوقعون سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في يد القوات الروسية القادمة في غضون أيام، وأنه سيتم تحييد مقاومة البلاد بشكل فعال بعد ذلك بوقت قصير، وتوقعوا أن تتم السيطرة على كييف في غضون 96 ساعة، وأن تسقط القيادة الأوكرانية في غضون أسبوع تقريبا. يبدو أيضا أن الهجمات الروسية على الحكومة الأوكرانية والمؤسسات العسكرية مقترنة بهجمات برية للاستيلاء على نقاط استراتيجية ليست سوى المرحلة الأولى، ما قد يكون حملة برية أكثر شملا. أعرب أيضا أحد كبار ضباط المخابرات الأمريكية السابقين الذي يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع روسيا عن توقعاته لسيناريو الغزو. قال ضابط المخابرات الأمريكية لمجلة نيوزويك أنه بعد انتهاء القصف الجوي والمدفعي وبدء الحرب البرية حقا، قال أيضا لمجلة نيوزويك: أعتقد أن كييف ستسقط في غضون أيام قليلة، وقد يصمد الجيش الأوكراني لفترة أطول، لكن هذا لن يدوم طويلا. إذا من الأخبار أيضا البارزة خلال الساعة الأخيرة هي، قال مستشار الحكومة الأوكرانية أن بلاده مستعدة لاستخدام الصواريخ المضادة للدبابات للدفاع عن العاصمة الأوكرانية، وأكد أن روسيا تخطط لدخول كييف بالدبابات، وأشار إلى أن اليوم سيكون الأصعب على أوكرانيا. أيضا كان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد أعلن قبل قليل أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من الفجر اليوم. أضاف الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية تستهدف كل من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.
ماشي. إذن مستمرين مع حضراتكم في يعني إفادتكم بأهم البيانات الواردة إلينا سواء من الجانب الروسي أو الأوكراني، حيث أعلن مسؤولون أوكرانيون منذ قليل أن الطائرة التي تم إسقاطها في سماء العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق من الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة كانت تابعة لأوكرانيا وليست لروسيا. أيضا من ضمن ردود الأفعال العالمية تجاه ما يحدث في أوكرانيا، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية أن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لديه الرغبة في خوض حرب ضد روسيا. أيضا صرحت وزيرة الدفاع الفرنسية بتصريحات إذاعية قالت أنه لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية وأمريكا أيضا لخوض حرب مع روسيا، وما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن. شددت الوزيرة الفرنسية على أن الهدف الآن يقضي بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا. أيضا كان الجيش الأوكراني قد أعلن قبل قليل استعادة سيطرته على مطار أنطنتوف في المدينة على بعد ما يقرب من 10 كيلومترات من العاصمة الروسية في كييف. إذن نتابع مع حضراتكم هذه الصور الخاصة ب يعني بعض التفجيرات وبعض الخسائر لهذه الحرب، ونحن نتابع على شاشة هذه الصور يعني نتابع مع حضراتكم بعض من تصريحات وكالة ناسا الفضائية. وكالة ناسا أعربت أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية. وحسب المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، فإن التعاون مستمر مع الجانب الروسي في محطة الفضاء الدولية. قال ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية من أجل العمليات الأمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية. أيضا أوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية أنه لم يتم التخطيط لأي تغييرات في دعم الوكالة للعمليات الجارية في المدار وعمليات المحطة الأرضية، وأكد استمرار التعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا. أيضا مرة أخرى ونحن نتابع هذه الخسائر في يعني كما هو واضح في هذه الصور، اشتعلت أيضا النيران في مبنى سكني من 9 طوابق اصطدمت فيه طائرة روسية، فيما أكد بعض يعني الموجودين هناك إطلاق أكثر من 30 صاروخا على كييف في آخر 40 دقيقة. أكدوا أن حلف الناتو سيعقد قمة طارئة صباحا. أيضا جدير بالذكر قتل جنود أوكرانيون وأصيب آخرون منذ قليل إثر ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا في منطقة جنوب شرقي البلاد حسب ما قالت خدمة حرس الحدود الأوكراني.
إذا بالتأكيد الجميع يعني يتابع ما حدث في منطقة المفاعل النووي تشيرنوبل أمس، ونخبركم بالجديد، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أن مستوى الإشعاع في منطقة مصنع طاقة تشيرنوبل أمر طبيعي. أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أنها ستنشر عناصر الشرطة للمساعدة في حراسة المصنع، وأشارت إلى أن نحو 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية. وقال أيضا في هذا الصدد رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة تعتبر يعني ملتزمة بتأمين دعم بريطاني إضافي لأوكرانيا في الأيام المقبلة. أيضا كان الجيش الأوكراني أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف. قال الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي دمر وفانكييف الواقعتين على التوالي كما ذكرنا، على بعد 45 و80 كيلومتر شمالي كييف. ومستمرين في متابعة هذه اللقطات الحية من مناطق مختلفة كما نتابع. إذن لازلنا مستمرين معكم في هذه التغطية الحية، ونتابع قتل جنود أوكرانيون وأصيب آخرون منذ قليل إثر ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا في منطقة جنوب شرقي البلاد حسب ما قالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية. أيضا نتابع مع حضراتكم هذه الصور وهذه اللقطات للتدمير الذي كان، وتقول أنه وفق شبكة بلومبرج الإخبارية أن العاصمة الأوكرانية كييف قد تسقط خلال ساعات مع تدمير الدفاعات الجوية. وقبيل ذلك قال مسؤولون أمريكيون أنهم يتوقعون سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في يد القوات الروسية القادمة في غضون أيام. وأنه سيتم تحييد مقاومة البلاد بشكل فعال بعد ذلك بوقت قصير. أيضا أفاد المسؤولون أن تركيز موسكو كما كشفت عنه إشارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون محاصرة القوات الأوكرانية وإجبارها على الاستسلام أو تدميرها. وتوقعوا أن تتم السيطرة على كييف في غضون 96 ساعة، وأن تسقط القيادة الأوكرانية في غضون أسبوع تقريبا. يبدو أن الهجمات الروسية على الحكومة الأوكرانية والمؤسسات العسكرية مقترنة بهجمات برية للاستيلاء على نقاط استراتيجية ليست سوى المرحلة الأولى لما قد يكون حملة برية أكثر شمولا.
أيضا أعرب أحد كبار ضباط المخابرات الأمريكية السابقين والذي يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع روسيا عن توقعاته لسيناريو الغزو. قال ضابط في المخابرات الأمريكية الكبير لمجلة نيوزويك إنه بعد انتهاء القصف الجوي والمدفعي وبدء الحرب البرية حقا، قال أيضا: أعتقد أن كييف ستسقط في غضون أيام قليلة، وقد يصمت الجيش الأوكراني لفترة أطول، لكن هذا لن يدوم طويلا. أيضا وافق مصدر مقرب من حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال بأن كييف يمكن أن تحاصر في غضون 96 ساعة، لكنهم لا يعتقدون أن حكومة الرئيس الأوكراني ستنهار. يعني كانت هذه البيانات الصادرة حتى الآن، يعني مدينا حضراتكم بها في تغطية مباشرة. انتظرونا في غضون دقائق، يعني سنكون معكم بالجديد أيضا من البيانات حول ما يحدث بين الجانب الروسي والأوكراني. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.